السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. تكملة لفكرة سابقة لقد استخدمناها سابقا في بروكس بار، واستعملنا تايمر، يعني عند تنفيذ البرنامج يبدأ البرنامج كما ترون هذا بروكس بار، ولكن نضيف إليه خاصية أنه يوجد رقم في الوسط بروكس بار يبدأ بعملية الترقيم إلى 100% مثلا. نعطيه مثال، نضع مثلا إيديت، نختار العنصر إيديت هكذا، هذا عنصر إيديت نضعه في وسط بروكس بار. أول خاصية نعطيه نفس اللون الذي يحتويه بروكس بار، سوف أختار كولور للإيديت الخاص بالإيديت. هنا نختار كولور ونعطيه هذا اللون، سوف أعطيه هذا اللون كما ترون سكلور بار، يظهر نفس اللون بروكس بار. هنا في الإيديت نعطيه خاصية الفونت، لكي نختار الفونت من الآن ما دام لديه نفس، أعطيه لون الأحمر مثلا، لون أحمر لكي يكون واضح، وأعطيه حجم الخط مثلا 14 هكذا، وأعطيه مثلا خط عريض لكي تكون الأرقام واضحة هكذا، نضعه في الوسط ونحذف تكست نتركها فارغة كما ترون هكذا. سوف أعطيه الخاصية، نضغط مرتين على التايمر هكذا، وأضيف له الأول الأمر هذا الذي استعملناه سابقا هنا دي البروكس بار لكي يعمل من 0 إلى 100 مثلا، وهنا سوف أعطيه هذا الأمر لإيديت، وهي إيديت تكست تأخذ قيمة بروكس بار بوزيشن، ونحولها من العدد الصحيح إلى سلسلة حرفية لكي تقبلها إيديت تكست. هذا هو الأمر. هذا الأمر الثاني نضعه في تايمر، نقوم بعملية التنفيذ ونرى كما ترون، نستطيع أن نضعها في الوسط، نضع الرقم يكون في الوسط، نعطيه الخاصية، نضغط على إيديت ونعطيه الخاصية أليمون من هنا، سوف أعطيه سنتر، نعيد التنفيذ هكذا كما ترون. أرجو أن تعجبكم الفكرة وتشجيعا لنا ولاستمرارية للقناة، شاركونا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.